وزارة الشباب والرياضة بالنظر جميعا لندعم ملف ترشيح المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2015 2017. هذا الدعم وإن كان معنويا سوف تكون له إضافة قوية لملف المغرب، فهذا حدث كبير، حدث نتمنى من خلاله ونقدم نداء لجميع الفئات بجميع الشرائح ديال المجتمع صغارا وكبارا نساء ورجال باش ينخرطوا بقوه لوضع بصماتهم وتوقيعاتهم كذلك للاشاره. هناك موقع ديال الوزاره من اجل وضع الاسماء، فبمجرد وضع الاسم يكون قد وضعنا بصماتنا. فللمغرب كل المؤهلات وكل الإمكانيات من البنية التحتية ومن اللوجيستيك ومن الدعم لاحتضان هذه التظاهرة القارية الكبرى وكذلك باقي التظاهرات العالمية. فبمساندة الجميع خصوصا الساكنة الشباب الجمعية الأندية، وهذا الصباح احنا كنا في واحد التعبئة الشاملة ديال جميع الشرائح ديال المجتمع وديال الرياضيين وديال الصحافة اللي بهذه المناسبة بغيت نوه المجهودات اللي كتقوم به بخصوص الصحافة الإلكترونية اللي متواجدة معنا في جميع المحطات في جميع الخطوات لدعم ونشر وتعبئة أكبر عدد ممكن من الساكنة ومن المنخرطين. شكرا.